السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا عندنا واحد التمرين هو نموذج من نماذج الامتحانات اللي هو على اللوغاريتم. دونك هنا ما عندناش الاكسبونونسيال، عندنا الالان اف لي اكس تساوي الان اكس الكل استثناء ناقص جوج الان اكس. عطونا مجموعة التعريف هي دونك هي القراءية واضح صفر زائد مرنع. دونك مطلوبهاش منا، عطوا لينا السؤال الأول هو احسب اف لي واحد، الصورة ديال واحد بالدالة اف، اف لي واحد هنا عندي اف لي اكس بلس اكس غندير واحد، دونك اف لي واحد فيما لقيت اكس، انا درتهم بالبيض، فيما لقيت اكس كنبدلو بواحد وتساوي الان واحد مستثنى ناقص جوج الان واحد، كنعوض هنا حتى هو ناقص جوج الان واحد تساوي، وكنعرفو بان الان واحد حسب الخاصية هي صفر، هي صفر استثناء هي صفر، ناقص جوج صفر هي جوج في صفر هي صفر، صفر ناقص صفر هي صفر، دونك اف لي واحد هي صفر. نفس الشيء بالنسبة لي اف لي او، دونك كيما لقيت اكس غنعوضو ب او يساوي الان، دونك هنا اكس غندير فيه او الان او استثناء ناقص جوج الان او. ودائما حسب ما راينا في الدرس ln او تساوي واحد، يساوي واحد اس اثنان ناقص جوج واحد، واحد اس اثنان هي واحد، وهنا دائما الاسبقيه للضرب ما ديروش واحد ناقص جوج، هاد الضربه في واحد خصنا نحسبوها هذه هي الاولى، ان جوج في واحد هي جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، واحد ناقص جوج بحال خسرتي جوج ناقص جوج وكي تربح واحد يعني راك خاسر واحد ناقص واحد. السؤال الثاني اولا الف، عفوا هنا الف هنا باء، تحقق ان اف لي اكس يساوي ال ان اكس ناقص جوج مضروبه ال ان اكس، دونك هنا ماشي اف بريم باش ما حيت كاين اللي غير كيشوف اف اخرى كيسحب واش المشتقه يطالبين منه، لا عطاونا نيت اف غير هذه بغينا نردوها على هذا الشكل هذا، اشنو عندنا بغاو ال ان اكس ناقص جوج في ال ان اكس، يعني من الظاهر ديالها كيبان لي بانهم قاموا بعمليه ديال التعميم، يعني عملوا اف لي اكس، دونك نقدروا ننطلقوا من هذه اللي كيعرف التعميم، واللي الا ما عرفتيش انطلق من هذه تتخرج لهذه، دونك اللي بغيتي تنطلق من هذه وكتنشر كتخرج اف لي اكس كتخرج هذه، ولا كتنطلق من النشر وكدير التعميم، دونك غنطلق انا من هذه اف لي اكس تساوي ال ان اكس أس اثنان ناقص جوج ألان إكس، وإلان أكس إكس إلان إكس أس اثنان بحال إكس أس اثنان، لأن إكس أس اثنان كيساوي إكس في إكس، كنستعملو هنا القوى، و إكس زائد إكس كيساوي جوج إكس، باش منخلطوش، ملي يكون عندنا الجداء كنديرو جداء قوتين لهما نفس الأساس، كنجمع هادو كيعطوني جوج، دونك داكشي لي غادي ندير هنا، إلان إكس أس اثنان هي ألان إكس مضروبة في ألان إكس، دونك كنتفرق هادي باش نحيد هادو الاستثناء ناقص جوج ألان إكس، دونك هادي اللي درت بلون مغاير، هنا عندي واحد العدد، هنا عندي عدد آخر، أشنو اللي مشترك بيناتهم؟ كاينة ألان إكس، دونك غنعملو بألان إكس تساوي ألان إكس عامل، أش كيبقى ليا يعني إلا حيدنا ألان إكس غتبقى هنا ألان إكس، إذا عندي جوج منهم. ناقص هنا الى حيدنا الى ان اكس غتبقى جوج، وهذا هو المطلوب، دونك هي هادي تساوي اف لي اكس تساوي الى ان اكس ناقص جوج عامل لي ال ان اكس، دونك هادو اسئلة اللولين بساط يعني الواحد ما يحاولش يضيع النقط، دونك جيم الى كتلاحظو في الاكسبونونسيال غالبا كيطلبو منا نحسبو لا ليميت ديال ناقص منها ولا ليميت ديال زائد منها، لان اكسبونونسيال معرفة في اغ، ولكن هنا ال ان اكس هو معرف غير من صفر على اليمين للفوق، دونك غالبا كتلقاو النهايات هي زائد ما لا نهايه وصفر زائد، صفر زائد هي صفر على اليمين، يعني لا ليميت ديال صفر، حنا بعض المرات كتلقاو دايرين ليكم هكا اكس يؤول الى الصفر واكس كبر قطعا من الصفر، هذه راه هي نفسها صفر زائد راه بحال بحال، يعني كلها كيقصدوا بها صفر على اليمين، اف لي اكس تساوي هنا حسب الخاصيه، حسب الخاصية لا ليميت ديال ال ان اكس في صفر بلس، قلنا اش كتعطينا؟ كتعطينا موان لانفيني ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية
أس اثنان، أشنو غيعطينا؟ ناقص ما لا نهاية أس اثنان، الأس اثنان قلنا دائما كيرد لنا العدد موجب، ناقص ما لا نهاية أس اثنان غتعطينا زائد ما لا نهاية، يعني ناقص غيولي زائد، زائد ما لا نهاية، هنا ناقص، وغتعطينا ناقص ما لا نهاية أس اثنان، غير باش نوضح لكم، ناقص جوج مضروبة في ناقص ما لا نهاية، حيت هادي تا هي ألان ديال صفر زائد كيعطينا ناقص ما لا نهاية، وناقص ما لا نهاية مع هاد ناقص هذا كيردها كتولي زائد ما لا نهاية، دونك أنا قلت لكم بلي ناقص ما لا نهاية مكيأثرش فيه الأعداد فين؟ إلا زدنا عليه ولا إلا نقصنا منه، أما إلا ضربنا ناقص ما لا نهاية في ناقص في ناقص شي عدد آخر كيولي زائد ما لا نهاية، ناقص في ناقص هادوك الخاصيات ديال ناقص في ناقص كيعطينا زائد وناقص في زائد كيعطينا ناقص، وناقص أس اثنان راه هو ناقص في ناقص، دونك هادي كتعطينا زائد ما لا نهاية، هادي غتعطينا زائد ما لا نهاية، ناقص جوج في ناقص ما لا نهاية، قلنا هنا عندي الضرب، يعني ناقص في ناقص غيعطيني زائد، زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، ثم لا ليميت ديال اف لي اكس عندما يحول اكس إلى زائد ما لا نهاية، حتى هادي حسب الخاصية، دونك غير نعرفو الخاصيات، الان اكس بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني، كيعطينا زائد لا نهاية. هنا عندي بلس لانفيني أس اثنان ناقص بلس لانفيني أس اثنان هي بلس لانفيني هي زائد ما لا نهاية ناقص جوج زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية في ناقص جوج غتولي ناقص ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية إلا زدنا عليها زائد ما لا نهاية هنا كنحبسو لأن الشكل غير محدد يعني ما نقدروش نحسبو زائد ما لا نهاية مع ناقص ما لا نهاية ندير لهم الجمع الضرب ممكن ولكن الجمع غير ممكن ما يمكنش نجمعو ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية اشنو غادي نديرو غنرجعو نطرحو علاش اصلا طالبين منا هاد البائع يعني علاش طلبوا منا ديك اف لي اكس نكتبوها بديك الصيغه نورمالمون ما خصهمش يطلبوها منا حيت لان اف لي اكس علاش عاوتاني اف لي اكس اخرى ولكن هاد اف لي اكس عطاونا ان عندنا غادي نحتاجوها فين غنحتاجوها دابا باش نحسبو زائد ما لا نهايه لو حبذا لو ان حتى النهايه ديال صفر زائد كون حسبناها هنايا دونك كون حسبناها هنايا كانت غتكون احسن غنديرها بهذه الطريقه هذه انا نسيت صراحه نسيت واش نسيت هذه دونك غنعاود نحسب هاد لا ليميت هذه بطريقه اخرى نحسبها في هذه دونك هنا صفر زائد غتعطينا ناقص ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه ناقص جوج هي ناقص ما لا نهايه قلنا ما كيأثرش فيها هذه صفر زائد غتعطينا ناقص ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه نضربها في ناقص ما لا نهايه غتعطينا زائد ما لا نهايه دونك هي زائد ما لا نهايه دونك هذه كتبان ليا هنايا سهل من هذه الاولى هذه هاد الاولاد تقدر تجيكم شويه فيها الخدمه دونك نعوضو هنا احسن انا متى عرفت بلي كاينه هادي حتى بغيت نحسب لا ليميت ديال زائد ما لان هنا ما نقدروش نحسبوها الا ما درناش هاد لي زيطاب هادو اللي هما وضحوهم لينا يعني حتى مثلا الا ما قدرتيش كاع تبين هادي ما قدرتيش مثلا هنا تقدر تبين هادي ما عرفتيش ليها في النهايه خدم بها لان صافي كتبقى خدام بها دونك لي ليميت ديال زائد ما لا نهايه هنا لا ليميت ديال زائد ما لا نهايه هي دونك هادي قلنا الى ان اكس في زائد ما لا نهايه كيعطينا زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ناقص جوج كيبقى زائد ما لا نهايه وزائد ما لا نهايه هادي غتعطينا زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه مضروبه في زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه دونك حتى هي كتعطينا زائد ما لا نهايه ثم السؤال الثاني بين ان اف بريم كتساوي هادي دونك حنا غنساو بلي عطاونا هادي غنمشيو نحسبو المشتقة كيما كنحسبوها اصلا دونك المشتقة نقدرو نحسبوها هنا نقدرو نحسبوها هنا الا حسبناها انا غنحتاجو خاصيات حسبناها انا غنحتاجو خاصيات ديك الساعة نتوما كيكون عندكم الاختيار على حسب باش من خاصية كتعرف الا مثلا بغيت نحسبها هنا اف بريم اكس تساوي هادي عندي اي اس ان قلت لكم في الدرس بان المشتقة ديال اي أس ان هي هاد ان هذا في اي بريم في اي أس ان ناقص واحد دونك غنستعمل هادي اي أس ان دونك غنستعمل هادي اي أس ان شناهي شكون هو ان عندي هنا هو جوج دونك غادي ندير جوج هو جوج في اي بريم شناهي اي هي ال ان اكس وفي الدرس قلنا المشتقة ديال ال ان اكس هي واحد على اكس دونك جوج مضروبة واحد على اكس في اي هي ال ان ما كنديرش ليها المشتقة حيت هادي صافي درت ليها المشتقة دابا غير كنكتبها ال ان اكس اس ان ناقص واحد
شحال عندنا في الاس جوج جوج الى نقصنا منه واحد غيبقى واحد هي ال ان اكس دونك غنخليوها ناقص جوج قلنا هنايا جوج غنخلي جوج وندير المشتقه ال ان اكس دونك ناقص جوج مضروبه المشتقه ديال ال ان اكس قلنا هي واحد على اكس وكنبسط دونك راني درت الاشتقاق بقى ليا باش نخرج هذه اللي بغاو هما دونك اشنو كنلاحظ عندي جوج في واحد على اكس اشنا هي هي جوج على اكس دونك كنضربو جوج في واحد اكس في واحد على ان اكس ناقص جوج على اكس كنلاحظ بان عندي هنا ناقص دونك غيكون عندي واحد القوسين فيهم ناقص وهذا مضروب لهنايا دونك غنهمل به جوج على اكس اش كيبقى ليا هنا حيت جوج على اكس كتبقى ليا الى ان اكس ناقص هنا الى حيت جوج على اكس كيقول كي لك صفر لا علاش لان شنو هي جوج على اكس هي جوج على اكس واحد ماشي في صفر لان ضربناها في صفر اصلا غيكون عندنا هنا صفر دونك هادي تنضربوها في واحد وكما كنكتبوش داك واحد ملي كنعمل بها اش كيبقى ليا داك والو راه هو واحد يعني يساوي واحد ناقص واحد وهذا هو المطلوب منا دونك في الاول ما كنشوفش كاع انا هنا حتى كندير الاشتقاق عاد كنشوف اشنو باغي ثم السؤال ثلاثة بين ان اف تزايدية على المجال او زائد معناها دونك هنا شويه ديال التركيز ملي كنقولوا المجال او زائد معناها يعني ان اكس كبر من او هنا لدينا اكس كبر من او حنا بغينا اف تزايديه يعني خصنا نبينو ان اف بريم موجبه حيت اف بريم هي اللي عندنا دونك نبينو اف بريم موجبه غنستنتجو ان اف تزايديه عندي اكس كبر من او قالوا لي او الفوق ما كيهضروش لي على مجموعه التعريف اختاروا لي هما هذا المجال اكس كبر من او بغيت دابا نعرف انا هادي كيفاش غتكون بغيت ال ان اكس ندخل هنا ال ان وندخل هنا ال ان دونك ال ان اكس كبر من ال ان او يعني ln x ln e شنو هو هو واحد اشنو بغيت انا بغيت ln x ناقص واحد غنجيب هاد واحد الجهه الاخرى ويغير ليه الاشاره ولا نقص واحد هنا وننقص هنا واحد وغتولي عندي ln x ناقص واحد اكبر من صفر هادي كبر من صفر دونك هنا مجال مغلق يعني غندير اكبر او يساوي هذا موجب اكس قلنا كبر من او دونك جوج على اكس غيكون كبر من كبر من صفر لان البسط ما قام موجب والبسط موجب وبما ان جوج على اكس اكبر من الصفر فان دونك غادي نحيدوها فان اف بريم دي اكس اكبر من او يساوي صفر دونك هذه كلها موجبه وبالتالي قلنا الا كانت موجبه كتكون اف تزايديه على المجال او زائد ما لا نهايه وبنفس الطريقه غناخذو هنايا هنا قالوا لي اكس محصور بين صفر او يعني غيكون صغر من او ما غاديش ناخذ اكس كبر من صفر لان ما ينفعني بوالو اكس صغر من او اكس صغر من او نفس الطريقه هنا غنبقى غادي ندخل ال ان غنلقى في الاخر ال ان اكس ناقص واحد صغر من صفر ال ان اكس ناقص واحد صغر من صفر اكس كيفاش داير اكس محصور بين صفر و كبر من صفر يعني موجب